السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. في الفيديو نتاع اليوم غادي تشوفوا تحلية بذوق الشوكولا أو تشيز كيك ذوق شوكولا. هذه التحلية عندها ذوق موس وشوكولا لكن ما استعملش كريمة شونتيي. وهذه التحلية متكونة من طبقتين، الطبقة الأولى مصنوعة بسكوي جاف والطبقة الثانية خليط كريمي. سنحتاج إلى بسكوي جاف، إما تستعملوا هذا البسكوي أو تستعملوا بسكوي غراهام دوك تشوفوا في الصورة. وهذا البسكوي هو نفسه اللي حضرنا به تشيز كيك بذوق الفانيلا، طحناه وزدنا له الزبدة من بعد درنا طبقة الأولى. هذا هو تشيز كيك بذوق الفانيلا اللي عملناه من قبل، وغادي نوضع لكم الرابط نتاعه في آخر هذا الفيديو. بالنسبة لوصفة اليوم استعملت بسكوي غراهام متواجد في السوق، استعملت 150 غرام. إذا استعملتوا البسكوي عادي تقدروا إضافة شوية قرفة. وهنا غادي نضيف زوج ملاعق كبار نتاع مارغارين تكون دايبة، غادي نخلطوه جيدا حتى يتجانس الخليط. وهذا هو الخليط اللي غادي يكون الطبقة الأولى. هنايا لي كيسات تاع لي مادلين والقوالب أيضا تاع لي مادلين، غادي نوضعوا ملعقة أو تنين من الخليط نتاع البسكوي ونضغطوا عليه جيدا باش تكون هناك طبقة عندها نفس السمك. من بعد غادي نحضروا الخليط الكريمي اللي غادي يكون الطبقة الثانية. بالنسبة للخليط الكريمي سنحتاج 250 غرام جبن طازج، هذا صنع منزلي صنعته بلتر نتاع حليب. هذه الوصفة شفتوها معايا من قبل، نوضع لكم الرابط نتاعها في آخر الفيديو. تقدروا تستعملوا فخوماج كيغي أو فيلادلفيا. نحتاج أيضا إلى 50 غرام تاع الشوكولا أو نصف طابلات، نحتاج إلى بيضة واحدة، نحتاج أيضا إلى 40 مليلتر نتاع حليب، نحتاج الى ملعقه كبيره نتاع سكر فانيلا او 2 كيس، وهنايا 80 غرام نتاع سكر عادي. غادي نذوبوا اولا الشوكولا، نوضعوا الحليب مع الشوكولا ونذوبوهم في الميكرووند. تقدروا تذوبوهم في كاسرونه فوق نار متوسطه. بعد ما ذابت الشوكولا غادي نحضروا الان الخليط الكريمي. نوضعوا في الاناء البيض وغادي نضيف له سكر فانيلا والسكر، وغادي نخلطوا هذه المكونات جيدا حتى هذاك السكر يذوب تماما ونتحصلوا على خليط يكون كريمي. يعني نفس الوصفه اللي شفتوها معايا من قبل في صنع تشيز كيك بالفانيلا. بعد ما تخلطوا المكونات كما راكم تلاحظوا غادي نضيف لهم الان الشوكولا، وزدت ايضا ملعقه كبيره نتاع بودرة كاكاو أو شوكولا على شكل غبرة. إلا بغيتو اللون نتاعه يكون داكن يكون فونسي، ولا حبيتو اللون يكون فاتح تقدروا ما تضيفوش هذا الملعقة نتاع الشوكولا. بعد غادي نخلطوهم بالباتر جيدا حتى نشوفوا الخليط تجانس وعندنا لون واحد. وفي الأخير غادي نضيفو الجبن الطازج. كما لاحظتوا وصفة جد سهلة وبسيطة. غادي نضيفو الجبن ونخلطو أيضا جيدا حتى نتحصلوا على خليط يكون كريمي. وهذا الجبن الطازج الى حضرتوه ماذا بكم خلوه يقطر مليح حتى يولي جاف كثيرا. كما راكم تلاحظوا هذا هو الخليط الكريمي. الان غادي نوضعوه في جيب حلواني ونملؤوا القوالب. الا ما كانش عندكم حاضر الجيب الحلواني تقدروا فقط بواسطه الملعقه تملؤوا القوالب. تستعملوا جيب الحلواني غادي الخدمه تكون عندكم نقيه وايضا تسرعوا في الخدمه. من بعد هنايا نفتحوا فتحة صغيرة في الجيب الحلواني وغادي نملؤوا القوالب. هذه الكمية تحصلت على 8 حصص. غادي نعدلوا جيدا المساحة العلوية باش تكون عندنا مساحة مسطحة. من بعد غادي نضيف الماء في البلاطو الآخر لأننا غادي نطيبوه في حمام مائي باش هذاك البسكوي اللي راه في الأسفل ما يولي لكمش صلب. هذاك الماء هو اللي غادي يقاوم الحرارة. من بعد غادي نقوموا بطهي الكاطو نتاعنا في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ما يعادل 350 درجة فرنهايت. البلاطو في وسط الفرن مدة الطهي من 20 حتى 30 دقيقة أو حتى تشوفوا المساحة العلوية ولات متماسكة. يعني كي توشوها بالأصبع تلقوها متماسكة ماشي طرية أو تتلاصق. هنايا راه جاهز. غادي نخلو حتى يبرد على درجة حرارة الغرفة، من بعد توضعوه في المبرد. هذه التحلية تستهلك باردة. من بعد بواسطة الكراميل تقدروا تزينوا المساحة العلوية، تقدروا تزينوها أيضا بخليط نتاع لي فريز أو فواكه تاع لي فريز تحطوهم في المساحة العلوية. تقدروا أيضا توضعوا شوية مكسرات مطحونة للتزيين. يعني التزيين دائما يبقى اختياري. دوك تشوفوا هنايا الطبقات كيفاش يجوا متماسكين وباينين مليح، وهذيك الطبقه العلويه كانها موس بالشوكولا تجي جد لذيذه.
بالنسبه لملاحظه اليوم، الا ما كانت عندكم الشوكولا نتاع الميزان تقدروا تستعملوا فقط الشوكولا نتاع قبره او بودره نتاع الكاكاو، لكن ما تستعملوش هذيك 40 مللتر حليب. يعني غادي تنزعوا 40 مللتر حليب وتنزعوا ايضا الشوكولا نتاع الميزان اللي هي 50 غرام، واستعملوا فقط ملعقه او تنين تاع الشوكولا على شكل غبره. وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. قولكم صحه فطوركم، والى الفيديو الجاي ان شاء الله.